الآب والابن والروح القدس لا واحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. عيد القيامه وبكره حد توما، وهنسمع بكره انجيل حلو لتوما ونتمتع بيه. بس احنا عايزين دلوقتي نفتكر كده بعد ما خدنا جرعه الاسبوع الالام، نحاول نرجع نفتكر احنا كنا واقفين عند فين في اعمال. كنا وصلنا لاعمال 24، وفكر حضراتكم ايه اللي حصل في اعمال 24. الموقف ان القديس بولس الرسول، مش هحطكم بس ميو، الموقف ان القديس بولس الرسول كان عند رجل والي اسمه فيليكس الوالي، وراح هناك واستنى علشان فيليكس قال له أنا طيب هستنى، أنت جاي لي علشان أنظر في قضيتك، بس أنا لازم أستنى الناس اللي اشتكوا عليك. فده كان الموقف. فيقول الإصحاح الـ 24 من أول آية: بعد 5 أيام حضر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه تيرتلز، فعرضوا للوالي ضد بولس. احنا خلصنا لغايه الايه 9، بس انا بفكر حضراتكم. فيقول ان جه وفد من اورشليم، حنانيا رئيس الكهنه ومع الشيوخ، عين واحد اسمه محامي اسمه تيرتلز، فصيح جدا وبيتكلم لبق جدا في الكلام. وابتدى يتكلم تيرتلز ده، اتكلم مع فيليكس الوالي ويقول له: يا سلام، ده احنا كنا في سلام جميل من ساعة ما انت جيت لهذه الأمة، والناس نظام في رخاء وكل حاجة كويسة، وعايزك تحتملني وانا هحاول اختصر. والكلام ده كله ابتدى يقول له الحاجات اللي معترضين فيها على القديس بولس. فكان في اكتر من حاجة بيشتكوا فيها القديس، او تهمة بيتهموا بيها القديس بولس. لو تفتكروا في آية 5 و6 نقرأ ان وصفوه بانه مفسد، ومفسد دي جت في الانجليش: this man is a plague. plague يعني وباء، يعني سريع الانتشار، وباء سريع الانتشار وتاثيره معدي ومش حلو يعني. فاول تهمه انه كان مفسد، تاني تهمه انه كان مهيج فتنه. واتفقنا كلنا ان قصه تهييج الفتنه دي لاي حد في اوثوريتي او اي حد في منصب، خصوصا منصب امني، دي كلمة تخليه يلف حوالين نفسه كده وتخليه already يبقى against him، against بولس، من غير ما يسمع بقية فهم اختاروا الكلمات بعناية: مهيج فتنة، مفسد ومهيج فتنة. وبعد كده وصفوه كمان بتهمة ثانية، مش عارف ايه يعني التهمة دي، مقدام شيعة النصريين، يعني كان هو قائد لطائفة جديدة، فسموا المسيحية هي او النصرية طائفة، واتهموه انه هو يعني نظام، عارفين زي ما يقولوا كده، مؤسس حزب جديد، حزب معارض جديد، حاجه زي كده. وشرع ان ينجس الهيكل، كانت التهمه الرابعه. واتكلمنا في قصه شرع دي، مع انهم في الاول كانوا ما بيقولوا الشرع. عارفين انتوا الفرق ما بين الفعل والشروع في فعل؟ الفعل ده اكشن حصل اوريدي، دي تهمه، لكن الشروع في فعل دي تهمه برضو بس حاجه تانية. فهم خفضوا حتى حدتهم، وهم لما زمان كانوا يقولوا ايه: ادخل يونانيين ايضا الى الهيكل ودنس هذا الموضع، ادخل في الماضي، يعني اتس افاكت، بيتكلموا كحقيقه، جت في اعمال 21 ايه 28. لكن هنا قللوا حده الكلام وقللوا حده الاتهام، ووصفوه بانه شرع في انه ينجس الهيكل، شرع ان ينجس الهيكل ايضا، وامسكناه واردنا ان نحكم عليه. برضو آية 7-9 تبين إنهم كانوا متضايقين جدا من السياسي الأمير ده اللي هو خدهم منهم، فراح قالوا الكلام ده كله: أخذوا منا بعنف شديد. عنف شديد دي طبعا تبين على طول، تعكس اللي جوه الشخص على طول، الكلمات بتعبر على اللي جوه الشخص. من بين أيدينا برضو تعبر إنهم يعني ده احنا كنا مصدقنا، كنا مسكناه في إيدينا، كان خلاص كان في إيدينا وكنا هنقتله. وابتدوا يقولوا له طبعا انت يعني تحكم عليه بكده، وانت مش هتسيبه انه هو يمشي. والكلام ده كله اوقفه اليهود ايضا قائلين ان هذه الامور، وافقه اليهود ايضا قائلين ان هذه الامور هكذا. اليهود اللي هم كانوا جايين مع اللي هو الجروب اللي كان جاي يشتكي مع
تيرتلز المحامي ده. ده كنا اللي احنا وقفنا عنده في الإصحاح ال 24. بعد ما تيرتلز خلص مرافعته أو خلص الكلام بتاعه أو خلص الشكاية بتاعته على القديس بولس، جه دور القديس بولس إنه يدافع عن نفسه، وده اللي قاله فيليكس لي، أو يعني اللي سمح به فيليكس الوالي. فنبتدي من الآية 10، إصحاح 24 الآية 10، ده الجديد من هنا. فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم، إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاد لهذه الأمة أحتج عما في أمري بأكثر سرور. القديس بولس الرسول هنا معنى الآية دي، ما معنى آية 10، أنه عايز يقول له إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاد لهذه الأمة، يعني عايز يقول له أنت experience دلوقتي، أنت عندك خبرة كويسة قوي بالقوانين وبالعوايد وبالتقاليد اليهودية، يعني أنت قعدت فترة كافية أنك أنت تعرف العوايد والتقاليد اليهودية، وده يخليني أنا يعني مسرور، مش بمعنى متملق، لا، بمعنى مرتاح. يعني أنا بكلم واحد experience، عارفين لما تروحوا تعملوا أي حاجة عند أي حد وتبقى مطمن انه ده عنده خبره 20 سنه، اوكي انا كده في ايد امينه، او واحد لسه جديد فتبقوا قلقانين، نفس النظام. فكده ما كانتش تملق زي ما تيرتلز المحامي تملق فيليكس الوالي. تيرتلز كان متملق فيليكس الوالي، ده مش كلامي، ده كلام الاباء المفسرين، وهنشوفها بعد كده ان اليهود اتقلبوا على فيليكس وبعتوا فيه، هنشوفها يعني، بعتوا فيه شكوى لقيصر بتاع روما، فكان تملق، كان كلها تملق. انما هنا بولس الرسول عايز يقول ان انا مرتاح. عارفين احساس المظلوم اللي ما حدش مصدقه؟ يقول لك اه، طب يعني انا لما ابتدي اشرح حد والحد مش من الخلفيتنا، يعني احنا برضو ممكن ناخد نرتاح، نقول اه طب احنا مسيحيين، فنقدر لما نتكلم مع بعض نبقى نفهم بعض. انما لما حد تاني يجي نبتدي نشرح له، نبقى بنشرح له خلفيات هو ما يعرفهاش. فكأن بولس الرسول هو ارتاح لحد عاش 6 سنين مثلا، لان هي دي الفتره اللي كان موجود فيها، كان في الحكم لمده 6 سنين من سنه 52، احنا دلوقتي في سنه 58، فيليكس الوالي مسك من 52 لغايه 60، واحنا دلوقتي في سنه 58، فكان بقى له 6 سنين في الحكم، وعارف بقدر كبير جدا العوايد اليهودية والقوانين اليهودية والشرائع اليهودية والأحكام اليهودية، وده اللي خلى القديس بولس الرسول يقول الجملة دي، أو محو الجملة دي، معنى الجملة دي زي ما أنا قلت لحضراتكم. آية 11، وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم. هنا القديس بولس بيرد وبيقنع على تهمة الفتنة، علشان كده أنا رجعت مع حضراتكم الأربع تهم اللي قالوها، منها مهيج فتنة، صح؟ فمهيج فتنة دي عايز يرد عليها، يقول له هو في حد بيعمل فتنة وأنا ما بقاليش 12 يوم في البيت في البلد؟ ده هو جه من هنا واجتمع، لو تفتكروا هعمل ريفريش برضو للميموري بتاعتكم، اجتمع مع الرسل لما اتكلم مع يعقوب الرسول، وقال له يعقوب أو اقترح عليه خلي بالك دول هم متصيدين ليك أو يتصيدوا ليك، فهنا عندنا 4 نذيرين خدهم علشان ما يقولوش عليك أنك أنت مش بتحترم الناموس، مش بتحترم الختان، لو تفتكروا حضراتكم. وابتدى قديس بولس يوافق ويقول له طب أوكي أنا هات لي 4 دول وأنا هقعد معهم في الهيكل ونطبق أو نتمم طقس النذير وشريعة النذير. كل ده حصل في أيام قليلة جدا، في أيام قليلة جدا، including الأيام اللي سافر بيها من بعد ما السياس أرسله لهناك. يعني بنتكلم في كام يوم في الأول خالص، اللي هو قاعد معهم مع القديس يعقوب وقاعد مع الإخوة واتطمنوا منه على رحلته، رحلاته حصل فيها إيه، آخر رحلاته حصل فيها إيه، وبعد كده دخل الهيكل مع الأربعة النذيرين دول، قضولهم أسبوع هناك برضو، لو تفتكروا كان العدد برضو الفترة اللي قاعد فيها هي أسبوع 7 أيام، في الفترة دي راح واخدينه أو في آخر يوم راح واخدينه وطلعينه عايزين يموتوه. لسياس الأمير شاف المنظر ده راح نزل على الهيكل وخدهم، يمكن قضى عليه ليلة ولا حاجة، وبعد كده جت قصة إنهم عايزين يقتلوه، فاكرين لما قالوا
عايزين نتفق. وابن اخت القديس بولس سمع الموضوع ده، فراح قال له روح قول للسياس ده، اللي هم كانوا عايزين يخلوا القديس بولس ينزل من عند الاسياس يروح للمجمع وهم في السكه يقتلوا القديس بولس. طبعا هم كانوا قايلين كده، اليهود كانوا قايلين كده علشان نسمع منه باكثر تدقيق، يعني نحقق معاه اكثر، نتفهم معاه اكثر. فدي كانت الخطه يعني، لكن اساس الخطه انه هو جاي من لسياس الامير من السجن هناك للمجمع يخلصوا منه ويقتلوه. لسياس لما عرف كده قال لك لا انا هخرجه بره البلد، فخرجه بالليل لو تفتكروا حضراتكم، فخرجه بالليل. فكانت الفتره 5 ايام. فكل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده اسبوع هنا، فتره 5 ايام هنا، ليله هنا، المهم كانت توتال 12 يوم. فانت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من 16 يوما منذ صعدت لاسجد في اورشليم، صعدت لاسجد في اورشليم. الفتره بتاعت اورشليم دي فعلا هي كده 7 بلس 5، 7 ايام في الهيكل، في هيكل اورشليم بلس 5 في قصه السفر، الفتره اللي قضاها في السفر، على فتره ليله مع لسياس، على فتره ليله مع فيليكس، قال له طب استنانهم لما يجوا، وهم جم بعد كده بعد خمس ايام. يعني القصه كلها في الرينج ده، والرينج ده ما يسمحش ابدا ان واحد ياسس حزب معارض يهيج ويعمل فتنه ما بين الشعب. ده ببساطه كان رد القديس بولس الرسول. Is it logic ان 12 يوم يخلوني اعمل هياج وفتنه وسط الناس وابقى مفسد ومهيج فتنه وسط الناس؟ دي اللي جت في اعمال 24 ايه 5. برضو هنا الاباء قالوا حاجه جميله ما فوتوهاش، انه عايز يوصل له سبب وجوده ايه. ما هو ممكن تلقائي يقول له طب انت بقالك 12 يوم ماشي اوكي، ما انت بس انت اساسا جيت ليه اورشليم؟ فعشان كده اتقال منذ صعدت لاسجد في اورشليم. يعني برضو ما فوتوش الحته دي، وقال ان القديس بولس كان حريص انه يبين سبب مجيئه ايه، لان دي نقطه مهمه جدا. صحيح ممكن تكون نقطة مهمة لفيليكس إنه يفهمها، يعني صحيح ممكن يكون في ذهنه صح ده بقى له 12 يوم ازاي هيأسس حزب معارض مثلا او حاجة زي كده، لكن في نفس الوقت مهم جدا ان انا اعرف انت جاي ليه؟ طب انت جاي ليه لما انت بتبشير بتبشر بره وبتروح من البلد دي للبلد دي ومن البلد دي للبلد دي وانت اساسا طرسوسي؟ فجاي ليه؟ فصعدت لاسجد في اورشليم لانه طبعا يهودي الاصل. آية 12 ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب ولا في المجامع ولا في المدينة. برضو بيكمل دفاعه عن نفسه. فنقطة إقناع تانية بالإضافة لكل الأيام ال 12 يوم اللي ما تسمحش إن أنا أعمل فيهم أي حاجة، ده لو كان عايز يعمل، وبالإضافة لإن سبب صعود القديس بولس إلى أورشليم هو السجود، فحاجة تانية عايز يقول له ما حدش مسكني متلبس، لم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا بتناقش مع حد أو أصنع تجمع أو مجمع الناس حواليا. يعني لو جمعت الناس حواليا دلوقتي بعمل أي حاجة أنا بعمل تجمع أو كده، لكن لم يجدوني في الهيكل، ما فيش دليل على ده أني بحاج أحد، بتحاجج يعني بتناقش مع حد أو بعمل تجمع من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة. برضو كانت دي نقطة مهمة جدا إنه يسيرها القديس بولس الرسول علشان يقول يعني لو أنتوا هتمشوا في قصة مسجون سياسي يعني ديني شيء، لا مش في المدينة، أنا ما عملتش أي حاجة في المدينة ولا ديني حتى على نطاق ديني أو على خلفية دينية، لا أنا برضو ما عملتش حاجة في المجمع ولا في الهيكل وما فيش شهود على ده وما فيش أي ريفرنس لده، ما فيش حاجة تدل على ده، ما فيش حاجة في إيديهم ماسكينها ضد يعني. على الثلاث مستويات دي، الهيكل، المجمع، المدينة. آية 13 و14 ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. نفس الفكرة، ما عندهمش أي ريفرنس، ما عندهمش أي دليل مادي ضدي في الموضوع ده، ولكنني أقر لك بهذا. يعني هو نفى قصة المفسد، ومفسد ده وبا زي ما احنا اتفقنا، نفى قصة انه هو مهيج فتنة، دي النقطة او التهمة التانية اللي هو نفاها. دخلنا في التهمة الثالثة اللي هي ايه؟
زعيم شيعة النصريين ولا ايه كانت ايه؟ مقدام شيعة النصريين. يعني دخلنا في التهمة الثالثة اللي هي دي. فراح قال له ايه؟ لكني اقر لك بهذا، انني حسب الطريق المسيحي، الطريق الذي يقولون له شيعة، هكذا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء. هو دخل في التهمة الثالثة اللي هي مقدام شيعة النصريين، فقال لك هم سموها شيعة، الذي يقولون له شيعة، اللي بيسموها شيعة دي انا بعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء. عشان كده تفتكروا دي بتربط مع المقدمه. انت هتفهمني يا فيليكس، انت عندك 6 سنين دلوقتي اكسبيرينس مع عوايدنا وطريقتنا والكلام ده كله وتقاليدنا، فلما اقول لك حاجه اسمها ناموس مش هتكون غريبه على ودنك. لما اقول لك حاجه اسمها انبياء، نبي بيتنبأ عن حد معين منتظرينه المسيح، مش هتكون غريبه على ودنك، فهكذا. فعايز يثبت ان لا، ده انا بافولو بأقر بكل ما هو موجود في الناموس والأنبياء، التوراة والناموس والأنبياء كل ده أنا بعترف بيه، مش معارضه خالص، علشان هم بس ما يروحوش لقصة مقدام شيعة النصريين إنها شيعة وإنها حاجة تبدو من كلامهم إنها مخالفة لليهودية. النقطة دي كانت مهمة جدا. ليه؟ لو تفتكروا حضراتكم اتناقشنا فيها قبل كده، إن الديانة الرسمية الوحيدة اللي مسموح بيها من قبل الرومان كانت اليهودية. اي حاجه تانية هتعامل معامله طبعا حاجه مش مسموح بيها ومش رسميه. فعشان كده كان لازم يثبت انه انا لا، ده انا بأقر بالانبياء وبأقر بالناموس وبحترم الناموس وبحترم الانبياء، انا مش جاي ببدعه جديده، ما هي الشيعه جديده يعني. اتكلم في تهمه مهيج الفتنه، اتكلم في تهمه المفسد، وبالاضافه لانه اتكلم في دي ولم ينفيها دي، قال أقر لك بهذا اني حسب الطريق، أقر ان انا فعلا تبع النصريين، مقدام شيعة النصريين، انا ما بنكرهاش، انا مسيحي، لكن ده لا يتعارض مع اليهودية. اذا كانوا هم عايزين يبينوها كأنها حاجة تانية غير رسمية، غير اليهودية، غير الديانة اليهودية، فهي لا، هي أقر انا بكل ما هو مكتوب في الناموس وفي الأنبياء، أنا أؤمن بالله وأؤمن بالناموس وبالأنبياء. وبالتالي مفيش اتهام، مفيش قضية، كلها على فشوش يعني. آية 15، ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. هنا القديس بولس بيكمل. بيكمل هو إيه وهم إيه، اليهود اللي هم لسه مشتركين عليه دلوقتي وهو بيدافع عن نفسه. هو ايه وهم ايه؟ هو بيؤمن بايه وهم بيؤمنوا بايه؟ فهو بيكمل، فعشان كده ماشي في نفس السياق وعايز يثبت انهم كمسيحيين ده ما يتعارضش مع ما يؤمن به اليهود. ومثال ذلك حاجه اسمها قيامه الاموات للابرار والاثمه. انا كبولس بؤمن قيامه الاموات للابرار كاثمه. قديس بولس بيتكلم بيقول كده يعني للابرار والاثمه، اللي هي دينونه الابرار وللأثمة. واليهود برضو بيتكلم طبعا على الفارسيين، بيؤمنوا بنفس الكلام، قيامة الأموات للأبرار والأسماء اللي هي الدينونة، بيؤمن بالدينونة. ليه رجاء؟ هو هنا قال قيامة الأموات وذكر الأبرار والأثمة، تعني الدينونة العامة. طيب إن كان المعنى هنا الدينونة العامة، قيامة الأموات الأبرار، قيامة للأموات الأبرار والأثمة، يعني قيامة للأموات الأبرار وللأموات الأثمة. لو كان ده المعنى اللي هو معنى الدينونة، إيه معنى ليا رجاء؟ إيه معنى ليا رجاء؟ حد ممكن يتخيل كده إنك أنت تستوعب، مثلا تقول يا ده أنا ليا رجاء في الدينونة الأخرانية لما كلنا هنقف قدام ربنا ونتحاسب. مش مفهوم صح؟ رجاء ده يعني عندي امل، عندك امل، دي يعني عندك عمل، ان تقول مثلا عندي امل في الدفاع، المحامي اللي هيدافع عني، ماشي قول كده، انما عندي امل في وكيل النيابه اللي انا هقف قصاده، يعني الموضوع ليه رجاء. فليه رجاء عايزين نفهمها شويه
علشان نفهم المعنى اللي عايز يقوله القديس بولس الرسول ايه، بعد ما فهمنا ان قيامة الاموات هي قيامة الاموات اللي هي للدينونة. ري رجاء هنا بمعنى شخص بينتظر الفرج، بينتظر الراحة، رجاء، عندي امل، عندي امل ان هيجي اليوم اللي ارتاح فيه، عندي امل ان يجي اليوم اللي هيجي الفرج فيه. ده معنى ده لو حطيناهم جنب بعض نفهم الموضوع بالشق ده. دينونة، صحيح دينونة، بس كمان ليه رجاء في الدينونة؟ ان دي اخر التعب. الدينونة دي صحيح ده اخر التعب، فما تبصلهاش انها دينونة بس. هو القديس بولس عايز يقول لنا كده، يعني ما تبصلهاش انها دينونة بس. عارفين لما ربنا بيقول وسيمسح في رؤية، في سفر الرؤية، وسيمسح الله كل دمعة، ما احنا بنتكلم على ايه؟ دمعة، وبنتكلم على دموع، وبنتكلم على تعب، وبنتكلم على سفر الرؤية اللي مليان حاجات كتير، وبنتكلم على نهاية العالم، وبنتكلم على دينونة. الحاجات دي كلها تدي رجاء. نقول انا ليا رجاء في الحاجات دي كلها، ليا رجاء ان دي اخر خلاص الايه الاتعاب، بعد كده الواحد بيفرح. ادي رجاء في الدينونة برضو في آية انا آتي سريعا امين تعالى يا رب يسوع، لسه قاريينها في رؤية 22 20 في سفر الرؤيا في ليلة ابو غلمسيس، انا آتي سريعا. فمفهوم ليا رجاء ازاي نفهمه مع مفهوم واحد منتظر الدينونة؟ نفهمه بالمنظر ده. طبعا برضو في تأملات حلوة، ان يعني عارفين التلميذ الشاطر، التلميذ الشاطر بيبقى مستني الامتحان، فما بيبقاش خايف من الامتحان. مين اللي بيبقى خايف من الامتحان؟ اللي ما ذاكرش يبقى خايف من الامتحان، او العكس، او في او سوري مش العكس، او في النتيجة نفس النظام برضو. التلميذ الشاطر اللي حل كويس يبقى هو المستني النتيجة، والنتيجة دي بالنسبة لنا ايه؟ الدينونة. بالنسبة للموقف اللي احنا بنتفاهم فيه دلوقتي هي ايه؟ هي الدينونة. فاللي شاطر هو اللي حاسس ان هو انا مستني الدينونة، لان مستني الدينونة بشوق، لان هي دي اللي هيفرح فيها القديس بولس الرسول، بلسان القديس بولس الرسول يعني، اللي هفرح فيها وهتمتع فيها وهيرتاح فيها. آية 16، لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. لذلك يعني بناء على الفكرة السابقة، إيه الفكرة السابقة؟ فكرة إيماني أنا كقديس بولس، إيماني أنا إن في دينونة عامة وقيامة أموات، لذلك أدرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة، فهمتوها؟ من نحو الله والناس. يبقى إذن بتكلم على القيامة للأموات للأبرار والأسماء والدينونة، زي واحد يقول كده وفي امتحان في آخر جون، وعشان في امتحان في آخر جون أنا ابتديت أراجع دلوقتي، وابتديت أذاكر دلوقتي، وابتديت أجهز نفسي علشان امتحان آخر جون. نفس النظام برضه، علشان قيامة الأموات اللي هي الأبرار، علشان قيامة الأموات اللي هي الأسماء، اللي إحنا الاثنين أنا كمقدام شيعة النصريين اللي هو المسيحيين يعني أؤمن بيها، والفريسيين اللي هم قاعدين دول اللي بيشتكوا عليا دول قاعدين بيؤمنوا بيها برضو. لذلك انا بأدرب نفسي علشان حاسس، عشان عارف ان في يوم هقف فيه قصاد ربنا، قيامة الابرار والاسماء، انا هقف قصاد ربنا، وعشان اليوم ده اللي انا هقف فيه قصاد ربنا، فانا ادرب نفسي وادرب ضميري ان ضميري ما يفوتش حاجه فيها. لو في اي حاجه كده يقول لي لا خلي بالك من دي، عشان كده ميزة الاعتراف بقى، عشان كده أنا مش هفوت دي، هروح أقولها، أقول أعترف، أخد حل عنها، وهكذا. ده قصة لذلك يعني بناء على آية 15، لذلك وبناء على آية 15 أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. برضو دي نقطة مهمة جدا، أنا مش عايش لوحدي، انا عايش مع الناس كمان، فما ينفعش اقول انا مني لربنا والناس دول يعني ما يهمنيش، ورا ظهري ارميهم ورا ظهري، والمهم ربنا عارف قلبي والكلام ده كله. لا، مهم طبعا انك تكون في سلام مع الناس، ويكون الناس في سلام معاك. وده المسج اللي اتقالت للقديس ديمتريوس الكرام ريسنتلي، برضو قرينا السنكسار بتاع البابا ديمتريوس الكرام، اكيد تعرفوا قصته. هو كان عايش، هو كان متزوج، كان بابا، كان بطريرك يعني، وكان متزوج، وربنا اختاره يبقى هو البطرك. عارفين طبعا قصة العنقود اللي دخل بيه على الباب وقال له ان هو ده اللي هيكون البطرك بعديك. وكان متزوج، والناس ابتدت تشك البطريرك يبقى متزوج، فابتدى
يظهر له ملاك ويقول له ليس حسنا أن تخلص نفسك والناس يبقوا معصرين، اطلع لهم، والقصة اللي انت حضرتك عارفينها، حط الجمر في ثوبك وحط الجمر في ثوب زوجتك وابتدي اشرح لهم انك انت يعني عايش معاها كأخ وأخت يعني. المهم يعني عايز أقول إن فكرة، أنا عايز أأكد على قصة من نحو الله والناس، ما ينفعش واحد يقول طب أنا مني لربنا والناس بقى ماليش دعوة بيهم، يفكروا فيا زي ما هم عايزين وأعاسرهم زي ما هم عايزين. ما لا طبعا، مهم جدا الضمير مع الله ومع الناس. آية 17، وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين. بعد سنين كثيرة يعني عايز يقول برضو ماشي في نفس السياق، ما هو أنا لو بهيج ده أنا كل شوية هاجي، ده أنا كل شوية هخش على الناس وأهيجهم وأطمن عليهم، جاهزين دلوقتي هنعمل انقلاب، ما أعرفش إيه الكلام ده كله، يعني بمفهوم فيليكس الوالي أو بمفهوم اليهود في ساعتها في أورشليم. لكن يقول له لا، ده أنا سنين كثيرة، ده أنا مقضي سنين كثيرة أساساً ما جيتش فيها لأورشليم، ولما جيت لخير، ده أنا جايب لهم صدقات. طبعا هو اول ما جاب صدقات فيليكس ابتدى يعني ينبسط، لانه الاباء يقول له طبعا ان هو كان يحب الماده وشخص مرتشي، وكان ممكن يمشي يطلع عشان يطلع من السجن حد يعني لازم ياخد له فلوس وهكذا يعني. المهم ده كلام التفسير، الاباء يقول اشاره اجمع صدقات، اشاره للتبرعات اللي جابها من كنائس الامم في فيليبي والكنائس الاخرى. وقرابين، القرابين المفسرين قالوا عليها كذا تفسير. القرابين قالوا قد تعني القرابين برضو المعنى اللي قبليه اللي هو التبرعات، المعنى السابق صدقات وقرابين، صدقات لأمتي وقرابين. فقرابين قد تعني صدقات بمعنى تقدمات أو عشور أو دونيشن، كل قد تعني هذا المعنى. المعنى الثاني قد تعني التطهيرات اللي عملها مع الأربعة اللي كان عليهم نذر. لو تفتكروا احنا قلنا ان هو كان في الهيكل مع أربعة بيعملوا نذر وبيتلاقوا شعرهم والكلام ده كله، وبيتكفل بيهم لمدة أسبوع، أكلهم وشربهم ونومهم والكلام ده كله. فقد تعني القرابين بتاعته انه بيقدم قرابين، انه بيقدم دونيشن للأربعة النذيرين، فقد تعني هذا الأمر. وثالث معنى ليهم ان انا بقدم عبادة، قرابين بقدم عبادة في يوم الخمسين. فدي كانت الثلاث معاني اللي قالوها الآباء عن كلمة القرابين، صدقات لأمتي والقرابين. آية 18، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من آسيا. الآية دي تركيبتها محتاجة أن الواحد يركز فيها. في الإنجليش واضحة قوي، في الإنجليش يقول لك إيه، in the midst في وسط of which some Jews from Asia found me وهكذا. يبقى إذن آخر جملة اللي هي قوم من يهود من آسيا تعود على وجداني اللي انتوا شايفينها في الأول دي. يعني لو هنرتب الجمعة سوري لو هنرتب الجملة هنقول مثلا إيه، وفي ذلك وجداني قوم هم من يهود آسيا وجدوني متطهر في الهيكل ليس مع جمع ولا مع شغب. خدتوا بالكم منها؟ ده الترتيب الجملة اللي المفروض نفهمه أصح. يعني معناها ايه؟ معناها المعنى بقى غير الترتيب، المعنى اذا كان يهود اسيا ليهم شكايه عليا فقد وجدوني متطهرا في الهيكل مش مع جمع ولا مع شغب، دي تمشي مع النقطه الاولانيه. يعني النقطه الاولانيه قال لهم ما حدش شافني بقى احاجج احد، فاكرين لما قال له احاجج احد ولا في الهيكل ولا في المجمع ولا في المدينه؟ نفس النظام، لا بتناقش مع حد ولا مجموعه ملتفه حواليا ولا اي حاجه من دي. فبنفس النظام عايز يقول لهم أكتر من كده، ده هم لما جم في الهيكل وجدوني متطهر في الهيكل مش مع جمع ومش مع شغب. يعني أفسرها لكم أو أشرحها لكم، إن زي ما تكون كده واحد يروح الكنيسة يلاقي واحد واقف يصلي فيمسكوه بقى ويجيبوه ويقولوا له ده انت شفنا فيك كذا وكذا وكذا، فيقول لهم ده انتوا لما جيتوا الكنيسه لقيتوني ماسك الاجبيه وبصلي مثلا، يعني انا بدي مثلا يعني ماسك الاجبيه وبصلي، ما كانش قدامي حد، لا من الناس مجموعه حواليا، ما كناش مثلا بنهزر ونضحك، ما كناش بعلمهم تعاليم ضد تعاليم الكنيسه يعني مثلا حاجه زي كده.
فده اللي كان عايز المعنى يقوله القديس بولس الرسول في الآية 18. آية 19: كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء. ماشي برضو في نفس السكة، إن هؤلاء اليهود اللي من آسيا، دول يهود مش أورشليم، يهود من آسيا، عارفينه من هناك، آسيا اللي هي برضو اتفقنا مش آسيا اللي هي قارة آسيا، آسيا اللي هي تركيا، آسيا الصغرى. فاليهود اللي عارفينه من آسيا الصغرى دي، من تركيا دي، طبعا عارفينه كويس قوي وعارفين وشه كويس قوي، فهم اللي جم. طيب هم دول بقى لو كانوا مشتكين عليا، مع انهم شافوني متطهر في الهيكل، لو كانوا مشتكون عليا في حاجه، ولو كانوا شايفين عليا اي حاجه، طب ما كانوا يجوا بالاولى انهم يجوا موجودين دلوقتي ويقولوا ايوه احنا شهود. ما تبقاش انت محتاج انك تجيب محامي تيرتلز ده يقول اه ده هو عمل كذا وكذا 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 وكذا. فين الشهود؟ فين دول؟ مش هم دول اللي مسكوني؟ مش هم دول اللي مسكوني بيقولوا اه احنا علينا عليه تهمه واحد، تهمه اثنين، تهمه ثلاثه؟ فين دول؟ كان ينبغي أن يحضروا لديك، كان لازم يجوا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء، إن كان لهم علي شيء. 20-21: أو ليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع، إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم، إني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. هو هنا بيرفير، عارفين بيرفير لإيه؟ فاكرين للسياسي الامير اللي هو جه وشدهم، شدوا من وسطهم وطلعهم، شدوا من وسطهم وطلعوا وابتدوا، فاكرين الموقف ده، ويشلوه وطالعين بالسلم رايحين القصر بتاع لسياس، مش القصر يعني المكان الاستراحه بتاعت لسياس، وبعد كده هم جم وراه، وبعد كده مش فاهم اي حاجه والدنيا هايجه وهو مش كلهم بيصرخوا وهذا مستوجب الموت، هو مش فاهم لسياس الامير ده اللي هو بعت، وبعد كده بعت بولس الرسول لفيليكس، مش فاهم اي حاجه. فقال له طب استنى هنا شويه وانا بكره هعمل اجتماع. فجابهم تاني يوم، فلما دخل بولس الرسول لقى، لو تفتكروا، لقى مجموعه من الصدقيين ومجموعه من الفريسيين، والاثنين دول الفرق ما بينهم الوحيد انه الصدقيين ما بيؤمنوش بالقيامه والفريسيين بيؤمنوا بالقيامه. فدخل بولس الرسول وشاف المنظر ده وابتدى يقول لهم انا على رجاء القيامه احاكم. فابتدى طبعا هما الاثنين يهيجوا على بعض، اه ده في قيامه، لا ده ما فيش قيامه من الاموات. فهو بيشرح الايه دي في الايه 20-21، بيشرح الكلام ده. ليقل هؤلاء انفسهم اللي كانوا حاضرين الاجتماع ماذا وجدوا فيه؟ ده انتوا كنتوا حاضرين الاجتماع عايزين تقولوا لقيتوا فيا ايه؟ ايش بتشتكوا عليا فيا ايه؟ من الذنب وانا قائم امام المجمع في اليوم ده، انا كنت واقف في ايه الذنب اللي انا عملته وانا واقف قدامكم وانا ماثل قدامكم في التحقيق اللي عملته لي في المجمع، الا من جهه هذا القول الواحد اللي صرخت به. أنا صرخت وقلت إيه؟ أنا على رجاء القيامة أحاكم، واقف إني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. فهو ده الحاجة الوحيدة. عارفين المعنى ده؟ أي هوب إن أنا أكون قدرت وصلت المعنى ده. يعني عايز يقول إن أنتوا مختلفين على إيه؟ اللي أنتوا مختلفين عليه، الحاجة الوحيدة اللي مختلفين عليها هي قيامة الأموات. يعني الحاجة الوحيدة اللي أنتوا الاثنين مختلفين فيها كصدقين وفريسيين هي اللي هتختلفوا فيها معايا، لأن أنا فريسي. بولس الرسول بيتكلم. فساعتها هيحصل اختلاف، فساعتها هيحصل انكم تشتكوا عليا فيها، مش تشتكوا، هم الصدقين بس هم اللي هيشتكوا، انما الفريسيين مش هيشتكوا، الفريسيين هاي سبورت هم. فهي دي الحاجه الوحيده بس اللي تشتكوا فيها، لكن ما فيش اي حاجه ثانيه يعني ادرجت في محضر تحقيقات لما وقفت قدام المجمع قدام لسياس الامير. ده اللي كان غرض القديس بولس، او المعنى اللي عايز القديس بولس يقوله. آية 22: فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم، إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق، قائلا: متى إن حضر لسياس الأمير أفحص عن أموركم. معناها إيه؟ فيليكس كان عارف المسيحية، عارف المسيحية إنها مش بالصورة اللي اليهود بيقولوا عليها دي، مقدام شيعة النصريين والكلام ده كله، ان دي طائفة جديدة وان احنا ما لناش دعوة بيهم، ودي كده دخلت تحت ديانة جديدة لا يؤمن بها الرومان. فيليكس كان عارف 6 سنين، عارف. فاجين احنا قلنا احنا في سنة 58، ففيليكس يكون يعني سمع كويس قوي عن قصة اليهودية والمسيحية والمسيح والصلب، يعني سمع اكيد وعنده فكرة كويس. فعارف ان المسيحيه مش بالصوره، ده اكيد مش كلامي، كل ده مش كلامي، كل كلام تفسير. عارف ان المسيحيه مش بالصوره اللي هم اليهود بيحاولوا يفسروها كده، ولا المحامي بتاعهم بيحاول يوصلها كده قدامهم. عارف
برضو ان التهم دي باطله، بدليل انه ما حكمش على بولس بل امهلهم اذ كان يعلم باكثر تحقيق امور هذا الطريق. طيب خليك انت شويه، متى تحضر لسياسه الامير افحص عن اموره. لو الحق كان باين قوي كده، لو مقتنع ان القديس بولس مدان ما كانش هيستنى، كان حكم عليه على طول. بس ده ما حصلش، لانه عارف المسيحيه ما هياش زي ما هما بيقولوا، وعارف كمان ان القديس بولس بريء وان التهم دي كلها باطله. طيب عمل كده ليه؟ عمل كده الاباء يقولوا علشان اجين هو عايز فلوس، مرتشي، عايز الرشوه، يعني ايهما هيدفع؟ يعني عايز سواء كده او كده، بس اي حاجه تطلع له. يعني القديس بولس اتكلم هنا عن قصه الشهود. ففي الايات اللي فاتت القديس بولس كان بيتكلم على قصه الشهود، وفين الشهود دول واللي جم الهيكل شافوني واقف متطهر. طب لو كانوا موجودين، طب ما قالوش حاجه ليه؟ طب بلاش اللي حضروا المجمع اللي ما بين الصدوقين والفريسيين، لو كان عندهم حاجه ما كانوا اشتكوا عليا، طب ما قالوش ليه؟ فقدام فيليكس الوالي بالنسبه له بولس الرسول عمال يكرر كتير بلا دليل، فين الشهود اللي بيشتكوا بيه عليا؟ فابتدى يقول لا، ده عندي قصتين كده هنا، قصه اليهود اللي هم حنانيا اللي جاي، وجاي بكبير المحامين اللي هو تيرتلز ده، وفي نفس الوقت قصه بولس اللي عمال يدافع عن نفسه ويقول لي حاجات لوجيك، وان 12 يوم وازاي 12 يوم بس تهيج الدنيا بالمنظر ده، ويقولوا ان انا بهيج وبعمل فتنه والكلام ده كله. فقال لك ايه؟ لا انا اسمع بقى الحكايه من اولها من لسياس، مش لسياس هو اللي بعت لي بعتهولي، يبقى خليني اسمع الكلام من لسياس الامير. فده المعنى بتاعه. وكمان علشان المحامي بتاع اليهود التيرتلز جاب سيره لسياس، وهو بيحكي اللي حصل لفيليكس الوالي، قال ايه؟ فاقبل لسياس الامير بعنف شديد واخذه من بين ايدينا، اعمال 24/7 قريناها في اول الاجتماع النهارده. فاقبل لسياس الامير بعنف شديد واخذه من بين ايدينا، اعمال 24/7. ده الكلام اللي قاله المحامي تيرتلز. نسيب بقى دي ونتامل فيها روحيا بقى. عايز اقارن، انتوا لو تفتكروا حضراتكم كل شويه كده نقارن بولس الرسول بالسيد المسيح في مواقف معينة، تعالوا نقارن هنا بولس الرسول بالسيد المسيح في الموقف ده، في القصة دي. تقدروا تطلعوا منها حاجة؟ فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم، إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق، وإلى ما تنحضر لسياس الأمير أفحص عن أموركم. تعالوا نقارن، نشيل فيليكس ونحط بيلاطس ونفتكر، وإحنا لسه المجموعة الكلام لسه فريش والنبوات لسه فريش في دماغنا بعد أسبوع الألم. بيلاطس كان عايز يطلق يسوع، فيليكس عارف ان بولس بريء، بيلاطس عارف ان التهم دي باطله. فاكرين الايه اللي اتقال فيه يعلم انهم اسلموه حسدا على اليهود، انهم اسلموا السيد المسيح حسدا على نفس النظام، عارف ان التهم دي باطله، وعارف انهم اليهود عايزين يخلصوا منه. فده اوجه الشبه ما بين الاثنين. أوجه الشبه ما بين الاثنين إن اليهود ضغطوا على بيلاطس وهو بيديهم بدائل، لا اصلبوا، طيب هجلدوا وأطلقوا، وأدبوا وأطلقوا، لا ما تأدبوش وتطلقوا، هجلدوا وأطلقوا ليكم، لا طب عايزين إيه؟ اصلبوا، طب في العيد بخرج لكم واحد، لا ما تخرجهولناش، خرج براباس. عمال بيلاطس يديهم بدائل وهم ضغط 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 على الوالي علشان يصلبه، وفي الآخر رحم لهم اللي هم عايزينه وأسلمه ليصلب، ماشية في اتجاه واحد بس. فيليكس نفس النظام، مش مقتنع، طب ادوني فرصة، طب ادوني مهلة، مش عاجبهم، احكم عليه، خلص احكم دلوقتي. ضغط 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 من اليهود على فيليكس الوالي، ما عمل لهمش اللي هم عايزينه، راحوا مشتكينه لقيصر، مش عشان دي بس، يعني عشان حاجات تانية كتير، بس anyway يعني. يضغطوا عليه، يضغطوا عليه علشان يحكم على القديس بولس الرسول. ده وجه الشبه اللي جه في بالي ما بين القديس بولس والسيد المسيح. آية 23، وأمر قائد المئة أن يحرس بولس وتكون له رخصة، وأن لا يمنع أحد من أصحابه أن يخدمه أو يأتي إليه. هنا نشوف القديس بولس يتعامل بتعامل مختلف. قد يكون للخلفية اللي هو عارفها أنه هو روماني مع الجنسية، فقد يكون لده.
وقد يكون لأنه مقتنع ببراءته، قد يكون إنه عارف إن اليهود دول مش سهلين والتهم دي متظبطة ومتأيفة تمام. فقد يكون لكل الأسباب دي اتقال إنه أعطى رخصة، أعطى رخصة يعني إداله تصريح، أي حد عايزين يزوروه أهلا وسهلا، لا يمنع أحد من أصحابه، اللي هو اتقالت دي علشان القديس لقى من أصحابه، فغالبا كان بيقدر يزوروه أن يخدمه أو يأتي إليه. وقد يكون نفس النظام برضو، أحد التفاسير قالت قد يكون إنه هو ما خرجوش خالص عشان ضغط اليهود، أو إنه ممكن يكون خد فلوس من اليهود، أو ممكن يكون يقول لهم أنا مش مقتنع باللي أنتوا بتقولوه ده، فخد فلوس من اليهود فأبقاه، بس طبعا علشان ما عليهوش أي تهمة فراح سابه فري قوي شوية كده، إن هو يقدر يخرج ويدخل أو يكون الناس تقدر تزوره، مش يكون في الحبس داخلي قوي أو حاجة أصعب يعني. ثلاث أنواع من الحبس برضو عشان نكون عارفينهم، داخل السجن زي ما حصل مع القديس بولس وسيلة، في سجن خارجي وسجن داخلي، فاكرين حضراتكم وقلنا إن السجن الداخلي الخارجي ده حاجة زي مسجون الاحتياط، والسجن الداخلي دول يعني الناس اللي هم يعني أشد خطورة أو اللي بيقضوا عقوبة معروفة اوريدي. في حبس حر، يعني إيه حبس حر؟ إن حد من الشيوخ الرومان يكون مسؤول على السجين، يضمنه يعني بمعنى أصح، وهو اللي يجيبه للمحكمة والكلام ده كله. وفي حاجة اسمها حبس عسكري، السجين يعهد بيه لأحد العساكر، ودي برضه حصلت مع القديس بولس الرسول، ويبقى متأيد من هنا ومتأيد من هنا، ولو هرب منهم حياة العسكري أو اللي كان بيحرسه يعني مكان حياة السجين اللي تاه منه هذا السجين. وأحيانا كان يسمح بيه أن يؤجر بيت يسكن فيه على مسؤولية الجندي ده، يعني حاجة اللي هي دلوقتي مفهومة دلوقتي، اللي هي بمعلومية مكان محل إقامته، يعني حاجة زي كده، يعني طالما عارفين محل إقامته يبقى أوكي يفرج عنه بمعلومية محل إقامته أو سكنه. وده النوع الأخير اللي هيحصل في روما، هيحصل لسه أمر بي فيليكس وهيحصل في روما لسه بعد كده. آية 24، ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. دروسيلا ابنة هيرودس أغريباس الأول، ده اللي لو تفتكروا قالوا هذا صوت إله لا إنسان، وقبل الكرامة والمجد ده ووقع وأكله الدود ومات. فاكرين أنتوا الموقف ده؟ فاكرين أكله الدود الأول ومات دي؟ فده اللي حصل. دي دروسيلا بنته بقى طلبت من زوجها إنها ترى وتسمع القديس بولس وتسمع عن الإيمان المسيحي، فجابوا من السجن. 25، وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب، أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. القديس بولس اتكلم عن القداسة واتكلم عن التعفف. التعفف جميلة قوي في الإنجليش، التعفف الترجمة سيلف كنترول أو ضبط النفس، التعفف معناها جميل قوي، مش بمعنى الطهارة بيوريتي، لكن اتكلموا عنها في الإنجليش بمعنى سيلف كنترول أو ضبط النفس، لأن فعلا الإنسان اللي هو ما بيضبطش نفسه ممكن يقع في حاجات كتير، مش بس في التعفف، كل حاجة. حتى التعفف يقول لك ده إنسان عف حتى في يعني يشوبه يعني شوية خجل كده، يعني حتى في الطعام مش شاره في الطعام، عنده تعفف في الطعام، فاهمين؟ ضبط النفس in general، فكان معناه حلو قريته يعني في الإنجليش. ارتعب فيليكس، الكلمة دي تدل على إيه؟ الكلمة دي وقتها تدل على حنية ربنا الكبيرة جدا، إنه لمس قلب فيليكس الوالي. سيبكو من المعنى الخارجي، المعنى الخارجي ارتعب عارفينه كويس قوي، واحد ارتعب ماشي اوكي، لكن المعنى الداخلي يقول لك ان كلمة ربنا وصلت. لو كلمة ربنا وصلت ما كناش لقينا فيليكس ايه؟ ارتعب. كلمة الروح القدس اشتغلت في فيليكس الوالي عن طريق كلام قديس بولس الرسول عن البر والتعفف ضبط النفس، لان الاباء يقولوا ان كانت المشاكل ربنا يحفظ الكل، مشاكل فيليكس انه بالاضافه طبعا للرشوه والكلام ده كله، انه كان عنده شهواته يعني بيجري ورا شهواته، فطبعا سمع عن الكلام ده كله ارتعب،
سمع ان في حاجه اسمها دينونه ارتعب. في حين ان دينونه لو لاحظته، الدينونه عملت ايه في القديس بولس لما قال انا بؤمن بقيامه الاموات والابرار والاثمه؟ علشان كده قال ايه؟ لذلك انا بحافظ على ضميري، ويبقى ضميري قدام الله كويس وضميري قدام الناس كويس. فاكرين القصه دي؟ ده اللي عمله القديس بولس. انما مع واحد زي فيليكس الوالي عملت له رعب، بس بعيدا عن ده، رعب يعني اصابت الهدف. يعني يا سلام على حنيتك يا رب انك انت بتصيب الهدف. صحيح باين ان هو مرعوب، بس معناها ان كلمه ربنا وصلت. خلينا نبص على المعنى الجميل، خلينا نبص على المعنى الايجابي. كلمه ربنا وصلت حتى للوالي على لسان مين؟ على لسان القديس بولس الرسول. اشكرك يا رب انك انت بتوصل كل كلمتك لكل حد، وبتفتقد كل حد، خصوصا اللي محتاج طبعا، اللي ماشي كده في طريقه ومش واخد باله وفاكر ان المنصب هياخده والدنيا هتاخده والفلوس هتاخده والكلام ده كله. لا، فكانت صحاه كلام القديس بولس الرسول، صحاه. فعجبتني جدا كلمه ارتعب، لانها وصلت، مش معنى الرعب، لانها وصلت ان الكلمه وصلت فعلا، كانت موصله جيده، جابت اثر، جابت، لا هي ما جابتش اثر، هي وصلت، هي الكلمه وصلت، لكن جابت الاثر دي لو كان هو تفاعل، وقف وابتدى يعمل محاسبة نفس وابتدى يتفاعل مع الكلمة. كلها فرص ربنا بيديها لنا عن طريق بولس الرسول نسمعها، عن طريق أي حد نسمعها، لكن في الأول وفي الآخر هي أصابت الهدف، ما جابتش نتيجة. جابت النتيجة دي عليك وعليا، قصة إنها جابت نتيجة، لكن أصابت الهدف. أنت فير يا رب، أنت أصبت الهدف لكل واحد، كل واحد سمع عنك وكل واحد اكيد هيسمع عنك. مين تجاوب؟ مين تجاوب مع الكلمه اللي سمعها؟ مين جابت نتيجه معاه؟ قصه الايه؟ الارض، انواع الارض، انواع الزروع، مثل الزارع في الارض، في انواع الاراضي. دي كلها فرص قد تاتي وقد لا تاتي. ويقول الاباء ان الفرصه هنا ما جاتش لفيليكس الوالي، بس هو يعني طب روح انت دلوقتي ومتى حصلت على وقت، لما يكون عندي وقت هستدعيك تاني. يقول الاباء ان دي كانت اشاره لانه مش عايز يتوب. لما يكون عندي وقت انا هجي لك، لما يكون عندي وقت انا هستدعيك. نفس النظام ايه 26، وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلبه، ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه. ادي الريفرنس بتاع ان هو كان بيحب الفلوس وكان بيحب ياخد رشوه يعني، ولو بولس كان اداله فلوس كان هيطلق. ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معاه، تعال نتكلم، تعال يشوف ميته ايه، وهكذا. خصوصا انه يعني جرى ريقه زي ما بيقولوا لما قالوا انا جبت صدقات كتير من كنيسه الامم للامم. ما يعرفش ان دي اساسا يعني بولس الرسول خدها كده سلمها كده، مش مجنب حاجه على جنب يعني. فيليبس كان قال له في المرة اللي فاتت سبب مجيئه لأورشليم علشان بيقدم لهم الصدقات، فعشان كده القديس بولس كان نفسه ان القديس بولس يعرض عليه مقابل مادي. لكن الغريبة اللي عايز يعني برضو نركز فيها مع حضراتكم، ازاي المرتعب اللي في الآية السابقة ده، لسه ده احنا آية فاتت، ارتعب فيليكس الوالي، ازاي اللي في الآية السابقة بيرتعب وزي ما تقولوا كده شفت كل خطاياي قدامي، لان لو ما شفتش خطاياي هرتعب ليه؟ شفت خطاياي قدامي وارتعبت، هكمل في نفس المعنى واساوم بولس معاك دراهم علشان اطلقك، وترجى رشوة واطلب رشوة من بولس الرسول، سواء رشوة صريحة او اني المح برشوة علشان بولس يديني رشوة. صعبة قوي ان في اي 25 الاقي فيليكس مش عالي خالص، ودي برضو تعكس ان الواحد على بالي ولا مش على بالي التوبة. دي ده مثل واضح جدا، انا على بالي التوبة فعلا وعايز حابب ده، ولا خلاص اعتبرت ان دي صفحة وقفلتها ورحت مروح بولس الرسول للسجن تاني علشان انا مش عايز اسمع الكلام اللي بيأنبني ده، ولما فضيت بقى رحت جايبه تاني مرارا وتكرارا علشان اسمع منه واتكلم معاه، بس مش في موضوع اللي برتعب اللي بيرعبني فيه ده، في موضوعات
تانية علشان نشوف موضوع أخبار الفلوس اللي ممكن ياخدها منه إيه. 27 آخر آية: ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بروكويس بوركيوس فيستوس، بوركيوس فيستوس خليفة له، وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منه ترك بولس مقيدا. لكن لما كملت سنتان، احنا اتفقنا ان احنا في سنة 58، فيليكس مسك 52 قعد 6 سنين لغاية 58، لكن بولس قعد في السجن من 58 ل 60. لكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فيستوس خليفة له، اللي حصل ان فيليكس بعته فيه شكاوي لقيصر، فيليكس راح يتحاكم او راح يتحقق معاه عند قيصر روما، وعين مكانه بوركيوس فيستوس ده. عبال ما جه بوركيوس فيستوس وعبال ما خلصت المحاكمه او التحقيق والكلام ده كله، كانت عدت المسافه، عدت سنتين. ففيليكس كان عايز يتملق اليهود، يريد ان يودع اليهود منه ترك بولس مقيدا، منه بالانجلش فيفر، كان عايز يديهم فيفر. فعلشان فيليكس يدي فيفر لليهود ساب بولس مقيد، يعني سابه في السجن، سابه في المعتقل بتاعه. ايه شعور واحد بريء قاعد سنتين؟ سنتين في السجن وهو بريء، وجوه بينه وبين نفسه قال كل حاجه ودافع بكل حاجه، وكلها حاجات مقنعه. التهمه الاولى ردها عليها، التهمه الثانيه، التهمه الثالثه، وهكذا، كل التهم ردت عليها، وبرضه قاعد سنتين، لكن كان مسلم حياته القديس بولس طبعا لربنا، ما هواش اي حد علشان يحصل لإيمانه كده تشيكس يعني ولا حاجة، لكن هو كان إيمانه جديد بربنا طبعا القديس بولس الرسول. برضو تركه للقديس بولس في المعتقل تدي انطباع إنه شال كل الامتيازات. فاكرين أداله رخصة الناس يخشوا لك ويخرجوا لك وتشوفهم زي ما انت عايز، وانت تدخل وتخرج زي ما انت عايز. واضح انه شال الكلام ده كله، شال الامتيازات دي كلها، وما بقاش في زوار وما بقاش فيها اي حاجه دخول وخروج. لكن يقول المفسرين ان التصرف ده كان بسماح من ربنا، علشان بعد كده يفضل انه يفضل مسجون تبعهم، يعني علشان بعد كده هم اللي هينقلوه بعد كده روما، لانه ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا. فاكرين الايه دي؟ انه ده هيشهد، القديس بولس الرسول هيشهد في روميا ايضا، فيبقوا هم اللي بينقلوه الى روميا ايضا، مش يعني يبقى مسؤول من الدوله الرومانيه، هي اللي هتبقى مسؤوله عنه وتبقى مسؤوله عن نقل القديس بولس الرسول. ده كان اخر حاجه في الاصحاح ال 24. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكرك يا الهنا الصالح على كل الجمال الكتيرة والعظيمة اللي بتمنحها لنا كل يوم. نشكرك يا إلهنا الصالح على الأنصية الجميلة، إنك أنت خليتنا نسمع كلمة جميلة في الإنجيل والتأملات الكتيرة اللي سمعناها النهاردة. نرجو منك يا إلهنا الصالح إنك أنت دايما تخلينا متجمعين في الكنيسة، وتنور بصيرتنا وتفهمنا في الكتاب المقدس، وما تخليناش نضل الطريق. يا إلهنا الصالح اقف معنا في كل محنة يا رب، عضد أي ضعيف وأي محتار، ارشدنا إلى طريق الكنيسة وطريق النور. آمين آمين. استجب لنا إلهنا الصالح حنون، واسمعنا نعم شكرا قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ولأن محبة الله الأب نعمة الابن الوحيد ربنا ولله القدس المسيح شركة موهبته وعطية الروح القدس فلتكن معكم. آمين.